هنا في هذا المتحف بمحمد الفاتح بإسطنبول بتركيا، والذي يحاكي تاريخ القضية الفلسطينية، كان للوفد الجزائري المشارك في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة زيارة رسمية لمتحف فلسطين. إذا محطتنا راح تكون محطات كثيرة جدا للوفد الجزائري، وأولها هي هذه المحطة، زيارة هذا المتحف الذي نظمته الجمعية التركية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو في الحقيقة من أجل الاهتمام بالجالية الفلسطينية المتواجدة هنا في إسطنبول وربطها بتاريخها وبقضيتها وبانتمائها. هذه الزيارة أردنا أن نفتتح بها مناشط هذه القافلة كسر الحصار المتمثلة في المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة غزة، فأردنا أن نفتتح كما قلت هذه البادرة المبادرة الكريمة بزيارة هذا المتحف الفلسطيني هنا في مدينة إسطنبول. ترحاب كبير لقيه الوفد الجزائري هنا بمتحف فلسطين، كيف لا، والجزائر هي من تتبنى القضية الفلسطينية كمبدأ أساسي. في ظل هذه الزيارة الكريمة التي قام فيها الوفد الجزائري القادم إلى تركيا ليكون ضمن قوافل كسر الحصار عن غزة، أتوجه بالشكر لهذا الوفد ولأعضائه فردا فردا. هذه الزيارة التي يعني ليست غريبة على شعب الجزائر الذي دائما يبدي تضامنه وتعاطفه وإسناده ودعمه لفلسطين، جاء إلى هنا يعني ليطلع على هذا المتحف يعني نزداد نحن وهو معرفة وتضامنا وإسنادا ودعما لفلسطين. هي زيارة قام بها الوفد الجزائري المشارك في أسطول الحرية قبيل الإبحار وفك الحصار وإغاثة السكان بقطاع غزة.